بنتواصل معاكم على الهواء مباشرة وما بين شوطي مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدور قبل النهائي لكأس مصر، وبيسعدنا أن يكون معنا مستشار وليد الكيلاني عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي. برحب بحضرتك وسعداء بتواجدك معنا، واعتقد نادي الاسماعيلي ما شاء الله زي ما انت قلت لي بين الشوطين ماسك نفسه وواقف في الارض كويس، لكن حابين نطمن على الحاج محمد ابو السعود، كان تقريبا هيجري جراحه مهمه جدا، وايضا على صفقات نادي الاسماعيلي، ان طبعا عارفين نادي الاسماعيلي ليه جماهيريه كبيره جدا. الحمد لله، طبعا انا سعيد اني موجود مع حضرتك. بالنسبه للعميد ابو السعود ان شاء الله هيجري العمليه ان شاء الله النهارده او بكره، وان شاء الله كل جماهير والشعب في اسماعيليه بيتمنى له بالشفاء ان شاء الله. بالنسبه للماتش الحمد لله نادي الاسماعيلي ادى اداء كويس، تم التدعيم ببعض الصفقات، اتايد منهم ثلاثه النهارده، وفي ثلاثه لسه ما اتايدوش، وبقى عندنا ثلاث اماكن في القائمه ان شاء الله برضو في خلال الفتره الجايه هنحاول. مين الثلاثه اللي تايدوا ومين الثلاثه اللي ما تايدوش؟ عايزين بالاسماء بالارقام. اقول لحضرتك اللي تايد النهارده شريف حازم موجود في المباراه، تايد احمد السعيدي موجود في المباراه، وتايد سامح عبد الفضيل بس تايد متاخر شويه. فاضل الثلاثه اللي ما تايدوش اوتاكا وعموري وثالث افتكر حضرتك ومحمد بوشه الباك اليمين. في عمرو عبد الفتاح تقريبا اللي هو عموري عبد الفتاح عموري ومحمد بوشه الباك اليمين وجون اوتاك، دول الثلاثه لسه ما تأيدوش. وفاضل لنا ثلاث اماكن في القائمه ان شاء الله. شريف متواجد على فضيل، شريف عبد الفضيل موجود، دول احنا قدمنا القائمه الاولى 21 لعيب اتأيدوا منهم شريف عبد الفضيل، وفي ثلاثه اتأيدوا النهارده 24، فاضل ثلاثه متعاقدين معاهم 27، ويتبقى ثلاث اماكن فاضيين في القائمه ان شاء الله باذن الله. يعني حاج محمد ابو سعود تمام ان شاء الله؟ ان شاء الله العمليه يجري النهارده يا بكره ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله وتوفيقه دايما كده، يعني صفقاتكم ترضي طموح جماهير الدراويش. نتمنى يعني ان شاء الله، ونتمنى النهارده للفرقه تحقق حاجه تسعد جماهير اسماعيليه بقى لها فتره ما فرحتش ان شاء الله. توفيق يا فندم. شكرا يا استاذ، شكرا على بتواجدك معانا. ربنا يخليك.